ايوه سعادتك. الو الو سعادتك، قفل السكه سعادتك. اعمل ايه يا ربي، اعمل ايه اعمل ايه، بس انا مش عارفه اعمل ايه. ادخل ادخل ادخل. شكرا يا فندم. يا اهلا يا اهلا، صدق انا كنت حاسه انك جاي، انا بحس بيك وانت هناك عند باب السجن الحته دي. اه بتبقى مهبطه. اهلا اهلا اهلا. ايه في ايه؟ لا زي ما انت يا فندم، زي ما انت. اه شكرا شكرا كده احلى كتير قوي. ايوه انا عارفه طريقتك، تدخل ناعم وبعدين تجيب لي جلطه في كل جسمي. بس والله العظيم يا فندم انا بحييكي، عامله سي دي راس هايل. عجبتك؟ واحد صاحبي متعاهد افراح في اسكندريه طلب نمرتك، ان شاء الله اول ما تترفدي من الداخليه هتلاقي شغل كده. مش بقول لك اشمت اشمت يا احمد اشمت. والله العظيم المره دي يا فندم انا مش جاي اشمت، وده الغريبه، انا جاي اساعدك. مساء الخير يا نوال. مساء الفل. مساء الخير يا طنط. ازيك يا روح طنط، تعالي تعالي يا شرف. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. شرف، فيديو امك مكسر الدنيا على اليوتيوب، مش ممكن، نسبه المشاهده معديه المليون. انا سمعت ان الفيديو بتاعه بيعدي المليون، بيدوله مرتب شهري بالدولار. ابي قولي لها يمكن تعرف تستفيد حاجه. كفايه بقى تريقه، حرام عليكي، عماله تبهدلي فيا ليل ونهار. انت جايباني هنا عشان تعملي فيا ايه؟ بتنتقمي مني؟ طب ليه؟ عملتلك ايه؟ ايه الكلام ده؟ بتنتقمي مني وعملتلك ايه؟ ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ ده انت عايشه في وسطنا ملكه، وانا بعاملك احسن معامله. طب بذمتك عمرك اكلتي اكل زي اللي بتاكليه عندنا؟ كتر ألف خيرك، أنا مش عارفة أودي جمايلك فين. لا جمايل إيه، ما تقوليش كده، إحنا أهل يا حبيبتي. وبعدين بصراحة أنا مش عارفة أنت زعلانة مني أنا ليه، وأنا مالي؟ هو أنا اللي قلت لأمك تروح تسكر وتعربد وتتصور الصور الخليعة دي؟ أمي أمي دي أشرف منك، ومسيري هكشفك. أنا متأكدة أنك هتطلعي مصيبة سودة. ادخل. حصل تمام يا فندم. سيبينا لوحدنا يا شهوار. حاضر. خير يا ست المأمور. بصي مادام مصلحتي عندك أنا موافقة إن أهربك من هنا. الله ينور عليك يا أبلة نور، هو ده الكلام، نقعد ونتفق. اسمعي يا ست، أنتِ
انت متأكدة من المعلومات دي ولا لأ؟ متأكدة زي اسمي بالظبط. لو المعلومات دي طلعت في شنك وديني لرجعك هنا بنفسي حتى لو كنت في آخر الدنيا. أنا بغامر بسمعتي وتاريخي في الداخلية عشان خاطر المعلومات دي. ما تقلقيش يا سيادة المأمورة، المعلومات اللي عندي دي لو قلتيها للكبارات بتوع الداخلية ولا هيهمهم ان شوية مسجونات مالهمش 30 لازمة يهربوا ولا ما يهربوش، ده مش بعيد يخلوكي وزيرة الداخلية، بس يبقى لي الحلاوة. يا سلام، للدرجة دي؟ واكتر، بكرة تعرفي اني عندي حق. المهم هتهربينا ازاي؟ الحقيقة مدام انتصار انا مش عارف اقولك ايه بالظبط، بس كل اللي اقدر اقولهولك ان انا مقدر الظرف الصعب اللي حضرتك بتمر بيه، وعشان كده ما كنتش عاوز ازود حجم المشكلة، لكن بقى ما باليد حيلة. للدرجة دي يا سيد بيه؟ هو في حاجة تانية حصلت؟ للأسف الهيئة العليا للحزب قررت انها تسحب دعمك في انتخابات مجلس الشعب. للدرجات وفقدتوا الثقة فيا؟ مدام انتصار ده مش قراري، ده قرار الهيئة العليا، وصدقيني وربنا وحده بس هو اللي يعلم أنا حاربت قد إيه عشان يعدلوا عن القرار ده، بس الكترة بتغلب الشجاعة. على أي حال أنا طبعا مقدرة موقف حضرتك وبشكرك جدا على موقفك معايا، معلش. هو حضرتك هتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ هنزل الانتخابات وهرشح نفسي. يا ماما وليه بس المعاندة دي؟ انا شايف بقى ان حضرتك لازم تبعدي شوية على الاقل لحد ما الدنيا تهدى. انسحابي ده يبقى اكبر دليل على ادانتي، وان الكل اللي في الشريط ده يبقى انا عملته عن وعي. خلي بالك يا مامي، الناس دايما بتظن الظن السوء، ومفيش ناس كتير هتقتنع بفكرة ان انت اتخطفتي وادوكي حبوب هلوسة والكلام ده. ده خصوصا كمان ان انت ما عملتيش محضر واثبات حالة في ساعتها. اثبات حالة ايه ومحضر ايه؟ وانا شعرفني اصلا ان هما كانوا هيعملوا العملة السودة دي. انا انسحابي ده اكبر دليل على ادانتي، وانا طبعا مش ممكن هسيب الحكاية كده، ومش هخلي عدوي اللدود اللي انا معرفوش ينتصر عليا. عدوك اللدود اللي انت مش عارفاه ده يا مامي نبوية التمساح، طبعا ردا للحملة اللي انت عاملاها ضدها قبل كده. ماشي، إذا كانت هي تمساح فأنا ديناصور. صبرك عليا يا نبوية. دعكي كويس. هنا بصوا بقى يا جماعة وركزوا معايا كويس قوي، أنا مش قادرة أصدق إن الست المأمورة دي مناب أزرق هتهربنا. يا بنت روحها في إيدي، ما بتفهميش. لا 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 لا، أنا كمان مش قادرة أصدق، الست دي لا يمكن تعمل كده. عندكم حق، أنا بقى عشرة الست دي واكله شاربه معاها هي وبناتها، لا يمكن تبيع ضميرها ابدا. عشان ايه؟ شويه معلومات. انسوا. ايوه اختي عندك حق. بصي يا ست الشيخ، دي لو عايزه منك المعلومات اللي هي عايزاها هتاخدك يا حبيبتي على الانفرادي، ولا مؤاخذه تنفضك العلقه اللي هي لغايه ما تقري وتعترفي وتقولي كل اللي هي عايزاه. وافقت ليه؟ هو حد ضربها على ايدها؟ كمين اكيد عامله لنا كمين عشان تودينا كلنا في 60 داهيه. صدقيني بقول لك يا بت، خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار، لو حاولت تغدر بينا هنتغدى بيها قبل ما تتعشى بينا ونبلعها بأزوز. وهنتغدى بيها ازاي بقى يا ست الشيخه؟ هقول لك يا فلحه. Thank you.
يلا 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 يا فتيات جهنم انتوا، يلا يلا يا اختي، يلا يا اختي نط نط بسرعه، يلا وانت وراه، يلا يلا بسرعه قبل ما حد يشوفنا، ادخلي يا اختي ادخلي جنب اختك. مبروك يا وليه انت وهي، يلا احنا كده بقينا بره خلاص. ايوه بقينا بره يا تفتف، اجيب لك عصير عشان تتبسطي. متشكرين قوي يا ست المأمورة. انت بالذات ما تتكلميش، انا لولا المعلومات اللي عايزاها من رحبات ما كنتش اتكلمت معاكي خالص، وكنت شحنت لك 10 سنين سجن، ولما يخلصوا هضاعف الرصيد. انت عامله لي عرض ولا ايه؟ انت ماموره. حلو والله حلو. يا وليه ده المثل بيقول من امنك لم تخونه ولو كنت كلب. اقسم بالله عمري ما خنتك يا ست الماموره، انا كل ما فيها ما لقيتش مكان امن من بيتك اطول فيه البضاعه. يا سلام، بنت حرام طبيعي 100% بدون اضافات لختشوا ماتوا. يلا يا رحبات يلا انتوا خليكوا خشوا جوه، ما تخافوش ما تخافوش، مش هتعفنوا. انا رشا نفتالين. نفتالين رجلك يا تفتف، وانت يلا خلصيني يا اختي بالراحه عليا عشان ما انساش حاجه واحكي لك الموضوع من طقطق لسلام عليكم. صلي على هيشفع فيكي عليه الصلاه والسلام. سيده البارعي فاكراها؟ ودي تتنسي؟ دي صورتها منقوشه على كرانيش المخ. لخصي مالها؟ اسم الله على مقامك، اما هربت من سيادتك مفيش غير محسوبتك اللي تويتها. انتي وانتي مالك ومالها؟ ما هي كانت معايا في زنزانه واحده، اكلين شاربين نايمين مع بعض لغايه ما خلصت الحمد لله مدتش على خير، وهربت من سيادتك ما لقيتش مطرح يتويها غير عندي انا، بس طلعت خسيسه بعد كل اللي عملته معاها الواطيه دي. عارفه دي تبقى مين؟ عارفه مين؟ سعاد دياب. وعماله تغمزيلي وتبحلقيلي، انا قلت خلاص ده انت هتقلبيني سنجاب. ايه يعني سعاد دياب؟ يا لهوي، وانت عارفه هي دي المعلومه اللي انت جايباني عشانها؟ يلا على السجن يا بنت. ما تصطبري عليا يا سياده الماموره، جايالك في الكلام اهو، خدي عندك دي. عارفه سعاد دياب دي تبقى مين؟ جرايه يا وليه، احنا في برنامج من سيربح المليون، مين مين؟ ما تقصري وتقولي. تبقى نبويه التمساح اللي مدوخه مصر كلها. ايه مين؟ ايوه هي نبويه التمساح، سيده البرعي سرها كان معايا انا، كنا عايشين مع بعض واكلين عيش وملح مع بعض لغايه ما اتجوزت المنيل جوزها ده اللي وزع عليا ولعب في دماغها عشان تموتني. قال ايه؟ عشان سرها يندفن معايا، وهي لحد دلوقتي فاكراني ميته. ازاي؟ ما انا شكلي ما كانش كده يا سياده الماموره. امال شكلي كان ازاي؟ برقبه؟ ما هي المزغوده في قلبها لما بعتت لي الرجاله عشان يموتوني. شايفه ده؟ اه ده مطرح الحرق. اسم الله عليكي، ده انكتب لي عمر جديد بعد ما وشي كله اتحرق، عملت عمليه غيرت شكلي كله. ايه يا وليه؟ ده انت فيلم هندي. هندي بس يعلم ربنا انها الحقيقه. اه عشان كده ما عرفتكيش لما كانت بتجيلك مع انتصار. الله الله الله، وانت عرفتي الموضوع ده ازاي؟ ها انا الحكومه يا بت، واذا كنت مخاويه انا حاطه الجن تحت المراقبه. انت مش فاكره ولا ايه؟ ده كتبوها في الجرايد. بس الحكومه ما خدتش بالها انها مناسبه نبويه التمساح. شفتي بقى المعلومات اللي عندي كانت تستاهل انك تهربيني؟ تعالي بس الاول نشوف الزبائن اللي ورا، زمانهم بقوا نص سوا. تف تف
يلا يا بنت انت وهي يلا خلاص كله تمام في الامان يلا يا بنت يا ريت يا ريت كنت اتخنقته يلا كفاره انتوا طبعا ملاحظين كده ان انا بلف حوالين نفسي بس انا عايزه اسالكوا سؤال محيرني انتوا ليه عايزين تهربوا ايه اللون ده اسمعوني اعتبروني زي اختكم انا مش هربتكم هربتينا خلاص البوليس اكيد هيدور عليكم ولو دور عليكم هيمسككم ولو مسككم هيضاعف الحكم انما لو روحتوا معايا هنروح كلنا السجن مع بعضينا واوعدكم ان انا هكتب تقرير كويس جدا فيكم هقول ان انتوا كيوت انا كيوت كيوت ولطاف يا اختي بدر صدقوني صدقوني هتخرجوا بنص المده اسمعوا كلامي يا بنات صدقوني يلا يا بنت يا تفيده شوفي شغل بسم الله الرحمن الرحيم حلال الله اكبر وحيات امي لو اتحركتي هجيب اجلك بالارض يا ربنا لف يا بنت لف يا بنت بصي بصي على مصطفى يا جماعه انزلوا جبتي لنفسك ما كنا كويسين يلا يا بنت انت وهي يلا ليه كده بس انت تلفيني معاها يا مجنونه من تحت يلا لف الحكومه يلا حلوه يا ماموره جميلة يلا بقى بس كده يلا هي وليا انت وهي تستاهلي يلا تستاهلي كنا جدعين معاكي انا ورايا العربية يلا العربية يلا بنت شوية فيها هتندموا مع السلامة يا حكومة هتندموا مع السلامة يا حكومة هتندموا تعالوا يا خسارة لو كنتوا سمعتوا كلامي هتتزنفلوا أحمد 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 ما تلاقيش سيادتك يا فندم احنا سمعنا اللي حصل كله هنسد عليهم الطريق طيب بسرعة بسرعة وابعت لي حد ياخدني من الحتة دي بسرعة يا أحمد أنا صحيح قلبي قلب أسد بس بخاف من الكلب لا ما تلاقيش ما عندكيش اي حيوانات مفترسه خالص مسيطرين على كل كلاب المنطقه يا احمد تعالى بسرعه اكيد يا فندم اكيد انزل يا روح امك انت وهي انزل بسرعه يلا يا اختي يلا سلامتك يا حاجه هات لي بنت النصحه دي من ورا يلا يا اختي يلا سلمى باش سلمى باش سلمى باش اركعي اركب اركب الله يخرب بيت اللي يمشي وراكم بس يا بنت يخرب بيتك يا بنتي الله يخرب لنا ناقصينك يا نهار اسود ومنيل مالك شكة ليه ايه انت مش عامله لي فيها شيخ حاره ده انت الماده الخام للشك ما كنتيش شاكه فيها ازاي كنت شاكه طبعا بس مش لدرجة إنها تطلع نبوية تمسح ذات نفسها عرفتي مين اللي كان عايز يقتلنا أنا وإنتي؟ عرفتي مين اللي موت الجرسون يوم فرح العيال؟ ومين ضرب رصاص على لوزة؟ كنا عايشين مع مين؟ الشركة الراعية لرايا وسكينة يا نهار إسود ده أنا طول الوقت كنت معاها يا كان عينها مني دي لو كانت استفردت بيا لوحدي كان زمانها قتلتني لا 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 هي مش هبلة دي يا بنتي خريجة مدارس إبليس للغات هي تبعت حد مش هي اللي تموتك يا خبر ابيض بقولك ايه يا نور شرف لازم تسيب البيت يا حبيبتي شرف حبيبه امها كل ما تخيل انها عايشه مع المجرمه ببيت واحد برج من دماغي بيطير يا انتصار اعمل ايه بقولك ايه يا نور انت متاكده من كلام الست دي الله طب هي ليه كل ما تدخل فندق تلبس لبس راجل مين اللي حاول يخطفني انا وانتي مين الشخص المشترك اللي محروق مني ومنك تفتكري ان الواد محمود ابنها عنده فكره عنها
لا لا انا بتهيالي الواد ده محترم، الواد ده محترم. سيبك من الواد، اقول لك على المصيبه الكبيره. ولسه في مصيبه اكبر من كده؟ لا، شرف شك في سعاد حماتها. ازاي؟ دقت العسل ده؟ شرف جايبهولي من المنحل بتاعنا. ده يا شيخ والله دي حاجه عسل قوي. تخلي النهارده طول ما انا ماشي في الشارع سامع اغاني فتنه مكسره الدنيا في العربيات، بجد والله العظيم حاجه تفرح. على فكره انا بمشي كل يوم في الشارع وعمر ما سمعت لها اي اغنيه في اي عربيه، وكمان ده صوتها مسرسع. يا شيخه حرام عليك، ليه بتقولي كده؟ بجد دي بنت فنانه جدا ولها قبول كبير عند الناس. هو انت يا كريم فرحان لها قوي كده ليه؟ وما افرح لهاش ليه يعني؟ مش بنت خالتي وزي اختي وناجحه، بجد لازم افرح لها. بس كده؟ امال هيكون في ايه تاني يا ست الكل؟ اصل انا شايفه حضرتك انها من ساعه ما اتشهرت وانت معجب بيها قوي. معجب بيها قوي واضح ان انت اتجننتي وبدأتي تهبلي. ها يا بنتي خلي عندك ثقه في نفسك شويه بقى، بطلي الاسلوب ده. انا ما عندي ثقه في نفسي يا ابني، ده انا امانه عبد الجبار. بأمارت ايه بقى؟ بأمارت ما انت مخليه حياتي كلها جحيم بسبب غيرتك اللي ملهاش اي مبرر دي. 100 مره اقول لك انا فنان، يعني ليا معجبين ومعجبات، وبعض البنات بتشوفني فارس احلامهم، وده شيء المفروض يسعدك. وانت بقى طبعا عاجبك موضوع فارس احلامهم وعايز تحول احلامهم لحقيقه، مش كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، بجد انا مش هتكلم معاكي لان انا طهقت وزهقت بقى. دي حاجه تعرف عيشه دي. ماشي يا كريم، احرق في دمي. والله البيت فرضي علينا يا لوزة بعد ما فوتنا سكنة شقتها الجديدة. ما اتحايلت عليك يا أخويا بدل المرة ألف، وقالت لك والنبي يا عمي وتبوس إيدك تعال اقعد معايا، والنبي لا تيجي تونسني وانت اللي مرضتش كده برضو. كده برضو يا لوزة بقى مسعد نهواند عايز يسيب شارع محمد علي؟ إذا كان ابني اللي من لحمي ودمي وبقى مطرب مشهور وخد شقة في أرقى وأفخر حتة فيك يا مصر، ما رضيتش أروح أعيش معاه، تقوم أنت عايزاني أروح أعيش مع فتنة؟ حتى ابنك يا أخوي غلب معاك، والنبي ياب عشان خاطري ياب تعال أقعد معايا في الشقة اللي أنا كنت واخدها قبل ما أتجوز، ده أنا ما بروحش فيها غير كل جمعة، تعال ياب أقعد فيها وونسني بدل ما هي مقفولة. وبرضو مرضتش. بص يا لوزة أنا زي السمك، وشارع محمد علي ده هو المية، لو خرجت منه اتخنق أموت. احنا دورنا يا لوزة إن احنا نصنع النجوم ونطلعهم فوق في السماء، لكن احنا ما ينفعش نطلع معاهم نعيش في السماء. وصدقيني يا عشرة عمري انت نفسك ما تقدريش تسيبي شارع محمد علي، بس بتكبري. عندك حق يا مسعد، انا اتولدت هنا وعشت هنا واتجوزت وخلفت في شارع محمد علي، وشفت المجد والعز والفلوس في الشارع ده. ده انا ما بعرفش يا راجل اجيب ابره وفتله من بره شارع محمد علي، هعيش براه ازاي؟ سيبك انت، ربنا يا اخويا يخلينا لبعض ويديك الصحة ومسير يا أخويا الفرع يسيب الشجرة وينفصل لوحده. يا رب أنا وأنت يا لوز يا رب. سيدة سيدة سيدة. إيه في إيه؟ الله، مش هتبطلي بقى المؤامرات اللي بتعمليها دي من ورايا يا أختي؟ ومالك محموق قوي كده؟ يا سلام، تفضحيني وتفضحي ولادي والست الشريفة اللي اسمها نور وتقولي لي مالك محموق؟ يا راجل أنا مش عارفة أفهمك، إيش حل لو ما كنتش أنت اللي بتوزني عشان أخلص عليهم؟ دلوقتي زعلان ومحموق قوي على حتة مقلب صغنن قد كده. تخلصي عليهم إنما تفضحيهم، تفضحي ولادي؟ أنتِ مش عملتي مقلب، أنتِ عملتي مصيبة، دمرتي عيلة بحالها. يا أخي ما تكبرش الحكاية قوي كده، كلها كام يوم والناس هتنسى كل حاجة. وبعدين بصراحة بقى أنا كنت عاملة المقلب ده خصوصي في انتصار عشان تسقط في الانتخابات. ونور ذنبها إيه؟ ذنبها إيه؟ تعرفش إنها كانت بعت واحد عشان يراقبني؟ بعرف حاجة. شفت بقى أنت خفت على نفسك إزاي؟ اطمن يا حبيبي، خلصت عليه قبل ما يرجع له ولا يقول لها أي حاجة. كان ميري ولا عادي؟ لا لا، ده كان واد غلبان كده. خلي بالك مدام بعتت مرة
هتبعت وراكي حد تاني. ما انا عارفه، انا عماله اقول لك الوليه دي بقت خطر علينا. وممكن كمان تبلغ الداخليه. لا بقى، في دي انت غلطان. هتقول لهم ايه؟ مش ماسكه عليا دليل واحد. على العموم انا شايف ان احنا لازم نهدي اللعبه حبتين وننام في الدور. وانا شايف برضو ان احنا يا ريت ما نشوفش بعض اليومين الجايين دول. توحشيني محمود. قاعد في الضلمه كده ليه؟ خضتني. كنت فين؟ كنت عند ماما. هكون فين يعني؟ ما رحتش لي ميعاد سمح الرومانسي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ شرف، طيب بلاش انكار، عشان انت اللي ما تعرفوش ان سامح الرومانسي بقى انا شرف. كنتش اعرف ان انت بالاخلاق دي. لم هدومك يا شرف. محمود، لم هدومك يا شرف. ده انا مش عايزك تظلمني. انا عمري ما خنتك ولا حتى فكرت اني اخونك. انا اكتر واحده في الدنيا ممكن تخاف على شرفك. شرف، انت خليتي فيها شرف. عايزك قبل ما تحكم عليا اطلب منك طلب واحد بس. يا اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. طبعا انا عارفه انت جاي لي ليه. شوف هقول لك يا محمود، انت ايه؟ دكتور. ايوه. وطبعا درست في كليه الطب وعارف يعني ايه الفصام. ايوه طبعا. ده مرض يعني ممكن يبقى بسيط ويتعالج بسهولة. والله يكفينا الشر بقى، في حاجات بتبقى تانية صعبة جدا جدا. الحمد لله مراتك لسه في البداية. أيوة يا فندم، بس اشمعنى المرض ده جالها في موضوع النت؟ غالبا المرض ده بيجي في سن من 20 للـ30 اللي هو سن مراتك. ايوه يا دكتور، بس المفروض هي كانت تبلغني بالموضوع ده قبل ما نتجوز وتسيب لي القرار. لو اعرف اتاقلم اوكي، ما ينفعش خلاص. انت معاك حق، ده حقك كده. بس اقول لك ايه بقى، بتحبك حب مش قادره اوصف لك لاي درجه. بدليل ايه؟ انها سابت بيت امها وجت تعيش معاك. لا حضرتك عارفه كل حاجه. طبعا، امال ايه؟ الدكتور النفسي لازم يبقى ملم وفاهم المريض بتاعه كويس قوي قوي عشان يعرف يشخص حالته. طب حضرتك تنصحيني بايه؟ والله يا دكتور محمود انا اقدر اقول لك ده موضوع شخصي، لكن مراتك حالتها معقوله جدا وبسيطه. يعني لو وظبت على العلاج يمكن في خلال 6 أشهر هتخف ان شاء الله. ايه يا عمرو، في ايه؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ اكل ايه اللي عاجبني؟ هو كل يوم نفس الاكل نفس الاكل. دي ما بقتش عيشه دي يا ربي. نفس الاكل نفس الاكل ده ايه؟ قول لي كده، انا امتى قررت الاكل ولا حتى مره واحده؟ معلش، اصل انا بفتري عليكي. هتعملي ايه بقى؟ متجوزه واحد مفتري؟ ايه يا عمرو، في ايه؟ مالك بلا مالك بقى بلا زفت. هي دي عيشه اللي انا عايشها معاكي دي؟ دي بقت حاجه تقرف يا ربي. يا سلام، وايه بقى اللي عرفك في عيشتي ان شاء الله؟ وهو انت اصلا راضيه تسمعي كلامي في اي حاجه؟ خليكي كده ماشيه ورا كلام امك. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. اولا اسمها ماما، ثانيا انت عارف كويس قوي ان ماما ما بتتدخلش في اي حاجه ما بيننا بقالها كتير. اه عارف، بس فالحه بس ان هي تقعد توزك من تحت لتحت. لو سمحت يا عمرو انا بحذرك، اتكلم كويس وانت بتتكلم عن ماما. سوري يا جناب الكونتيسه، غلطت في جلاله الملكه. لا بقى، ده انت مزودها قوي. بلا مزودها بقى بلا زفت،
انا سايب لك البيت وماشي خالص. عمرو انت رايح فين؟ راح ألم هدومي يا هانم عشان تستريحي. خليكي بقى قاعده لوحدك مع عمرو. مع الف سلامه يا حبيبي. الباب يفوت جمالين. الله، طلعي بقى، طلعي اللي جواكي. هو ده الوش التاني اللي مربيه لك امك؟ ده برضه هيقول لامك. بلامك بقى بلا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عايزاني اقول لك مامتك؟ روحي بقى يا شيخ، انا سايب لك البيت وماشي. مع السلامه. انا دكتوره سميحه شرحت لي كل حاجه شرف، بس انت كان لازم تقولي لي. انا المفاجاه كانت صعبه عليا قوي. تتخيليش الفتره اللي فاتت كنت عامل ازاي وانا اقمص دور سامح الرومانسي، بحاول ابقى طبيعي قدامك وانا من جوايا بموت يا شرف. أنا أسفة يا محمود، أنا عملت كده عشان بحبك. كنتش عايزة صورتي تتهز قدامك عشان عارفة ومتأكدة إن المرض اللي عندي شيء مهكل. طب مين يعرف الموضوع ده يا شرف؟ أمانة بس. طب بص يا شرف، يعني اللي اقدر اعمله ان انا الفتره اللي جايه هدي نفسي فرصه ان انا احاول انسى اللي حصل، ان انا يعني كيف الوضع ده لغايه لما تخف ان شاء الله. انا مش هقدر اضغط عليك، بس كل اللي اقدر اعمله ان انا هكثف مده العلاج عشان اقدر اخف بسرعه. سيبني شي محمود. عرفت انك كنت بايت عندي في الفيلا امبارح ليه؟ معلش يا بابا، يعني شويه مشاكل ما بينه وما بين عداله. مشاكل مع عداله ولا بتتلكك لعداله عشان تخلع وتتجوز البنت اياها؟ هو انت ليه يا بابا بقيت ضد كده؟ ما انا مش معقول اشوفك بتخرب بيتك بايديك عشان واحده طمعانه فيك واقف ساكت. ومين قال لحضرتك بس ان هي طمعانه فيا؟ ابوك مش نايم على ودانه. انا سالت عنها كويس، عرفت انها غلبانه وابوها راجل صايع وهي اللي بتصرف عليه. طب وفين المشكله؟ ايه اللي يعيبها في كده يا بابا؟ انا مش فاهم. يا عمرو يا ابني افهم، الطلاق وخراب البيوت ده مسألة مش سهلة خالص. اسألنا أنا. مستر عمرو، في واحد عايز حضرتك برا اسمه عبد الجبار. عبد الجبار؟ عبد الجبار؟ نفس النوع، نفس النوع. ها؟ في أخبار؟ لا لا اطمني، لسه بيفرزوا الأصوات، بس الراجل بتاعنا هناك أول ما يطلعوا نتيجة هيكلمنا. ربنا يستر. لا خير إن شاء الله. خير استنى. هو؟ ألو. أنت إيه؟ لسه هتقول ألو؟ إيه؟ طب يا فرينت، سلام. مدام انتصار، انا اسف. معلش، انا قلبي كان حاسس برضو. معلش معلش، نزل ايدك، انا قويه.
كابتن جبار، انا زعلانه قوي على انتصار. ليه بس؟ سقطت في الانتخابات وحالتها النفسيه وحشه قوي. طب هي كانت عايزه ايه بس من البرلمان؟ هي ناقصه شهره؟ المشكله مش في كده، هي حاسه انها سقطت بفعل فاعل بسبب موضوع الفيديو دوت. بالنسبه لها وبالنسبه لي ضربه قاضيه. انا من ساعتها حتى تلاقيني مش طبيعيه، نظرات الناس ليا اتغيرت. هيفضلوا يبصوا لي بالشكل ده على طول؟ لا، الزمن بينسي كل حاجه. وبعدين اللي يعرفك كويس ما يصدقش فيك حاجه وحشه ابدا. ده عشان انت عينيك حلوه بس. يلا وريني قهوتك. انت جايبه معلقه تخينه جدا. ايوه انا العميد نور. ايه بتقول ايه؟ ايه يا نور في ايه؟ البقاء لله. اخر الاحزان. شد حيلك بقى، العياد مش هيجيب حاجه. شد حيلك. ما اقدر اكتب يا سيادتي الماموره. انا هجيب حق المرحوم زينه، هاخد لك بطاره ما تقلقيش. وانا مش هسيب حقها هي كمان، مش كل ذنبها بس انها كانت بتجيب لي معلومات. يلا معلش، شوف وشك بخير. معلش يلا انتصار، يلا. لا حول الله. وبعدين معاكي بقى يا اسرائيل، شدي حيلك. امال قطعتي قلبي يا شيخ، لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. ما تفهزيش يا بابا يا اختي، ما تفهزيش يا بابا. معلش الله يرحمه. هنسيب المجرمه دي تموت في خلق الله؟ نعمل ايه بس؟ احنا حتى البوليس مش عارف يقبض عليها ولا يجيبها ولا يعرف اي حاجه عنها. لا البوليس هيعرف يعمل حاجه، وانا كمان مش هسكت. ايدي على كتفك يا نور، شوفي عايزاني اعمل ايه وانا هعمله. احنا مش ممكن نسيب واحده مجرمه كده عماله تاذي في خلق الله للابد، مش ممكن. طب يلا تعالي انا هقول لك نعمل ايه. اركبي. ازاي مامتك تعرضك لمخاطره كبيره بالشكل ده؟ دي حاجه غريبه جدا. وليه بس سوء الظن ده يا عداله؟ سعاد مش ممكن تعمل فيا كده. ما ينفعش الراجل يعيش في جو الغيره القاتله دي. الراجل من غير واحده ست زي الشقه على المحاره، ناقصه تشطيب. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ انا ما اتولدتش مجرمه يا حبيبتي. ذنبهم ايه الناس اللي قتلتهم دول؟ انت عايزني اثبت التهمه عليا؟ ده لو الكلام ده مظبوط ده انا هنسفها من على وش الارض. قله الاصل في العيله دي وراثه. حاسه ان انا السبب في كل اللي حصل له ده. عداله يا ابني مصره انها تتطلق. يا سلام، البجاحه لها ناسها.